عقد المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية اجتماعه الدوري بمشاركة كافة قيادات المناطق والمجالس والمؤسسات العسكرية، وقد ناقش الاجتماع الوضع العسكري والميداني والحرب على تنظيم داعش في آخر معاقله، كما ناقش الاجتماع مرحلة ما بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ادعاءات الدولة التركية والمنطقة الآمنة ومستقبل العلاقات مع الحكومة السورية والمواضيع الأخرى ذات الأهمية العسكرية والأمنية الحالية والمستقبلية. واحد، نتيجة عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها منذ عام 2012 وآخرها ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية عام 2014 وحتى الآن وبمساندة التحالف الدولي، حيث باتت ما تسمى بدولة الخلافة على وشك السقوط عسكريا، وأصبح ما تبقى من عناصر التنظيم محاصرين في منطقة جغرافية صغيرة جدا في قرية الباغوز، ووصلوا لمرحلة السقوط ناريا، وستنتهي المرحلة بشكل نهائي بعد تحرير الأسرى والمدنيين المحتجزين لدى التنظيم. حدد الاجتماع الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات سوريا الديمقراطية للمرحلة المقبلة على صعيدين: أليف، القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة بمساندة قوات التحالف الدولي. ب. تجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش في استمرارية وجوده. كما ناقش المجلس العسكري موقف الدولة التركية وادعاءاتها الغير صحيحة بأن قواتنا تشكل خطراً على أمنها، والعكس هو الصحيح، فالدولة التركية هي المحتلة الفعلية وبشكل مباشر للأراضي السورية في كل من عفرين والباب وجرابلس وإدلب، حيث أكد الاجتماع رغبته في حل المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار في إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل. كما شدد في الوقت نفسه على استعداده التام لحماية مناطقنا في حال تعرضها لأي اعتداء، والترحيب بإنشاء المنطقة الآمنة تحت إشراف دولي بهدف ترسيخ الأمن والسلام على حدودنا الشمالية. ناقش المجلس العسكري مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، وأكد على محاولة إيجاد حل عن طريق حوار ضمن إطار سوريا موحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد. ركز الاجتماع على الدور البارز والقيادي لوحدات حماية المرأة من خلال مشاركتها الواسعة والفعلية في معركة دحر الإرهاب، وأثنى على العمليات البطولية التي قامت بها المقاتلات النساء. اعتبر الاجتماع أن تحرير عفرين وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي من أولوياتها في المرحلة القادمة. ستقوم قوات سوريا الديمقراطية وبعد الإعلان القريب عن نهاية التواجد العسكري الجغرافي العلني لتنظيم داعش الإرهابي بإعادة هيكلة قواته وتدريبها ونشرها من جديد بحسب المتطلبات الأمنية والعسكرية. احتجاز المدنيين كدروع بشرية، فداعش هذه سياستها تقوم باحتجاز المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية، لكن مقاتلين يقومون بفتح ممرات آمنة ونقلهم إلى المناطق المحررة من قبل قواتنا. طبعا وبعدها عملية التحرير تقوم فرق الهندسية بتفكيك الألغام وتأمينها، وطبعا وبعد التحرير والتأمين المنطقة يقوم نقل المدنيين من المناطق التي كانوا ملجئين فيها إلى مناطقهم ومنازلهم. طبعا المحتجزين هم من عوائل داعش نفسهم، يقوم داعش باحتجازهم لعرقلة الحملة ومنع تقدمها، لكن نحن إن كان من عوائل داعش أو من المدنيين نفسهم نرفض قتل النساء والأطفال كما فعلوا هم من قبل. لكن كما قلت، بسبب احتجاز المدنيين في المنطقة تقوم الحملة بتقدم بطيء جدا لتحريرها بشكل كامل من مرتزقة داعش، ما بين 600 إلى 700 متر لا تزال تخضع تحت سيطرة المرتزقة.